خالدك ابدأ من قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حسبك.